رأى البيت الأبيض أن إرسال المزيد من السلاح لن يكون الحل لأزمة أوكرانيا. جاء ذلك بعدما دعت مجموعة من المسؤولين واشنطن إلى تزويد أوكرانيا بعتاد عسكري بقيمة 3 مليارات دولار للتصدي للانفصاليين الموالين لموسكو. وقد أعلن الانفصاليون عن تعبئة 100,000 رجل للقتال في وقت تشتد فيه المواجهات في شرق أوكرانيا. المدفعية الأوكرانية تستهدف مواقع الانفصاليين في شرق البلاد. هذه الصور التقطت حديثا قرب خط استراتيجي للسكك الحديد في تيبول تيبا. الأسبوع الماضي استعر القتال في المنطقة. يقول المسؤولون في كييف إن قواتهم تتصدى لعدائية الانفصاليين. المقاتلون الموالون لروسيا الذين يظهرون هنا يقولون إنهم حاصروا القوات الموالية لكييف في تيبول تيبا. وأعلن الانفصاليون أنهم سيزيدون عدد قواتهم إلى 100,000 مقاتل. لم يتضح من أين سيأتون بكل هؤلاء الرجال. تتخوف كييف والزعماء الغربيون من أن يشن الانفصاليون هجوما كبيرا بدعم روسي. يقول الانفصاليون إن خطوتهم دفاعية. نخطط لتشكيل 5 ألوية إضافية على الأقل، 3 ألوية رماة ولواء دفاعية ولواء دبابات. إنه الاحتياطي الذي سيضمن لنا القدرة على التصدي لأي هجوم وفي حال نجاحنا شن هجمات مضادة. في الغرب ترتفع المطالبات بتسليح كييف بهدف التصدي لهجمات الانفصاليين. أوروبا والولايات المتحدة لم توفر حتى الآن سوى معدات غير مميتة كالدروع الواقية. ولا يزال رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة قويا. ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح. أؤمن أن هذا الصراع لن يحل بالطرق العسكرية، لذا نصر من جهة على فرض عقوبات إذا اقتضى الأمر، وقد قمنا بذلك بالاشتراك مع أوروبا، ومن جهة أخرى سنسلك كل الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة عبر المحادثات. وفيما ترتفع وتيرة الصراع يجد المواطنون أنفسهم وسط القصف. العديد قتل أو جرح، وآخرون كهؤلاء هنا احتموا في معسكرات لجوء. لا أحد يعلم متى سيعودون إلى ديارهم، وما إذا بقيت لهم ديار للحظ في البيت.